في إطار مواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمدينة الداخلة، وخاصة على المستوى التعمير والسياحة والصناعة، وفي إطار يعني سيكوريزاسيون دال اليمونطاسيون اوبطاب دو لا فيل دو داخلة، يعني تأمين تزويد مدينة الداخلة بالماء الصالح والشرب. قام المكتب بإنشاء مشروع هام، وهو تقوية تزويد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشاروب بكلفة إجمالية 250 مليون درهم. في هذه السنة تقريبا كانت تجاوزت قيمة الاستثمار تجاوزت 1 مليار درهم، وموزعة تقريبا على قطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة وكذا الطاقات المتجددة. هذه يعني تقريبا هذا لابد كذلك أن نشير أنه في هذه السنة كذلك كان فيما يتعلق بخلق المقاولات مهمة جدا، هو أول مرة نتجاوزه يعني رقم 600 مقاولة في هذه السنة، بينما في السنوات الماضية كنا في حدود 200 حتى 300 مقاولة، هذا السنة تجاوزنا 600 مقاولة، هذا كذلك رقم مهم ويبين بأن هذه الجهة يعني جهة واعدة وعندها مؤهلات مهمة جدا.